مرحبا بكم في القسم الثاني من درسنا لهذا اليوم، وهو البحث عن فرص العمل. تحدثنا أو في درسنا نتحدث عن طرق الحصول على فرص العمل. طبعا طرق الحصول على الفرص العمل ذكرنا أن السيرة الذاتية، وأيضا عن طريق طلبات التوظيف وعن طريق المقابلة الشخصية. بدأنا بحديثنا عن السيرة الذاتية، تعرفنا عن مفهوم السيرة الذاتية، وأيضا تعرفنا على عناصر السيرة الذاتية وأهمية السيرة الذاتية. نبدأ اليوم بالانتقال إلى الجزء الثاني، وهي طلبات التوظيف. ما هي طلبات التوظيف؟ طلبات التوظيف هي عبارة عن نماذج تستخدمها المؤسسات، تعبأ من قبل المتقدمين للعمل، وتشمل على المعايير والمواصفات والمعلومات التي ترغب بها المؤسسة في صاحب العمل. طبعاً طلبات التوظيف الهدف منها هو استقطاب أفضل العناصر من ذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية، يعني أن المؤسسة بذلك تفرز ما بين المتقدمين للعمل لتختار الأفضل. يمكن تعبئة هذه الطلبات إلكترونياً أو ورقياً. أمامنا الآن نموذج من طلبات التوظيف. كما نرى في هذا النموذج، نرى أن النموذج يحتوي على اللوجو الخاص بالمؤسسة واسم المؤسسة. القسم المسؤول عن طلبات التوظيف هو يسمى قسم الـ HR أو قسم شؤون الموظفين. في هذا النموذج يطلب صورة فوتوغرافية من المتقدم للعمل، يطلب منه صاحب العمل ذكر الوظيفة المتقدم إليها، وأيضا تاريخ تقديم الطلب. يسأله هل إذا كان تقدم بطلب توظيف قبل ذلك لهذه الشركة، وهل لديه أقارب يعملون في هذه الشركة، وأيضا هل لديه أقارب يعملون في شركات منافسة، وبعض البيانات الشخصية. طبعا هذا النموذج، هناك نماذج تختلف في الطلبات التي ترغب بها من الموظفين، وكل يكون الطلب حسب ما ترغب به المؤسسة وما يلبي طموحها وأهدافها لتحقيق أهداف المؤسسة. أما الآن لننتقل إلى القسم الثالث من درسنا، وهو الذي يتحدث عن المقابلة الشخصية. سنتعرف في هذا المحور على مفهوم المقابلة الشخصية وأهمية المقابلة الشخصية، وأيضاً على الأمور الواجب مراعاتها في المقابلة الشخصية. لنتعرف الآن إلى مفهوم المقابلة الشخصية. المقابلة الشخصية هي لقاء يجري ما بين مسؤول التوظيف أو لجان التوظيف في المؤسسة وما بين المتقدم للوظيفة، يكون الهدف منه هو تقييم درجة امتلاك المتقدم للوظيفة لمتطلبات العمل. إذن هي اللقاء الذي يجري بين مسؤول التوظيف أو لجان التوظيف بالمؤسسة من جهة، وبين المتقدم للوظيفة من جهة أخرى، وذلك لتقييم درجة امتلاكه لمتطلبات فرصة العمل. ما هي أهمية المقابلة الشخصية؟ تكمن أهمية المقابلة الشخصية بالنسبة للمتقدم للعمل أنها تتيح له الفرصة من أجل معرفة المزيد عن المؤسسة وعن الأشخاص الذين يعملون في هذه المؤسسة، وبالتالي يستطيع بعد ذلك اتخاذ القرار المناسب. أما بالنسبة للمؤسسة أو لصاحب العمل، فهي تمكنه من تحقق من درجة كفاءة المتقدم للعمل لتولي العمل الذي سيوكل إليه. ننتقل الآن لنتعرف على الأمور الواجب مراعاتها في مقابلة العمل، لكن قبل ذلك دعونا نشاهد الفيديو التالي. أهلا بكم من جديد بعد أن قدمتم انطباعا جيدا عن سيرتكم الذاتية وحصلتم على مقابلة من أجل العمل. هل هيأتم أنفسكم للمقابلة وتجهزتم لهذه الفرصة؟ هيا نذهب لنرى كيف تسير مقابلة أحمد ونشاهد ماذا سيفعل وكيف هيأ نفسه لهذه الفرصة. مرحبا، أنا أحمد، مصمم على فوتوشوب وبس. أهلا وسهلا، تفضل. أحمد، ما هو تخصصك بالجامعة؟ تخصص فوتوشوب. نعم، وسائط متعددة. أحمد، ماذا تعرف عن شركتنا؟ أي شركة؟
ممتازة بالتصميم وبس. أحمد اذهب وإن شاء الله سنتصل بك. إذن هيا لنعرف ما الأخطاء التي وقع فيها أحمد كي نتجنبها. أولا، لم يدخل باحترام ولم يطرق الباب قبل الدخول. ثانيا، دخل ولم يسلم وبدأ تعريف عن نفسه قبل أن يسأله المدير. ثالثا، جلس بسرعة وكان مرتبكا. رابعا، يرتدي ملابس غير مناسبة للعمل بشركة. خامسا، كان مرتبكا ولم يجب على الأسئلة بسهولة. سادسا، لا يعرف أي معلومات عن الشركة. سابعا، ذهب بدون ابتسامة ولم يترك انطباعا جيدا يؤهله للوظيفة. إذن هيا بنا لنعرف كيف نهيئ أنفسنا للمقابلة. أولا، حضر لأسئلة المقابلة وخطط للإجابة على الأسئلة المتوقعة. من أهم هذه الأسئلة أسئلة عن بياناتك الشخصية، أي حضر جميع البيانات واحفظها جيدا حتى ترد عليها بكل سهولة. أسئلة عن الشركة، اجمع المعلومات المهمة عن الشركة وإنجازاتها وأرباحها في السنوات الماضية. جهز الأسئلة حول التعامل المالي للشركة، ومن الأفضل أن تتجنب المناقشة المالية إلى أن تملك العرض وتحصل عليه. وأيضا كن دقيقا بموعد المقابلة، أي كن قبل الموعد بنصف ساعة مثلا حتى لا تتأخر عن موعد المقابلة. أيضا قم بارتداء الملابس المناسبة للمقابلة وتجنب الألوان الفاقعة. الخبرات الأكاديمية، لماذا اخترت هذه الجامعة أو تلك الكلية وما المساقات التي تجد نفسك مبدعا بها؟ الخبرات العملية، أي ما مدة العمل السابق وماذا تريد أن تقول عن خبراتك؟ الأشخاص المعرفين، أي تجهيز المعلومات عن الأشخاص المعرفين. كن جديا بالإجابة عن الأسئلة. قم بعمل بروفا، أي هيئ نفسك وقدم نفسك وانتبه لتصرفاتك عند الدخول للمقابلة. إذن لنراجع سريعا أهم الأمور الواجب مراعاتها في المقابلة الشخصية. في البداية، جمع المعلومات والالتزام بالمظهر الأنيق، وأيضا الدخول بثقة وإلقاء التحية، التبسم أيضا بثقة ودون تصنع، والإصغاء والتفكير قبل الإجابة، أيضا أن لا نسأل الأسئلة المبهمة، وإظهار المهارات، والإجابة تكون بصوت واضح، ومن أهم النقاط الالتزام بالوقت. قبل أن أودعكم عند نهاية هذا الدرس، أترككم مع هذا الفيديو الذي يتحدث عن أهم الوظائف المستقبلية أو المتوقع أنها سيكون لها رواجا في المستقبل. كليات الطب والهندسة والإدارة والإعلام والمحاسبة كلها تعد اليوم من الكليات المرموقة اللي بيشجع أولياء الأمور أبنائهم على الالتحاق فيها. ولكن ماذا عن المستقبل؟ هل رح يكون المستقبل القريب مثل الحاضر اليوم؟ هل رح يختلف سوق العمل بعد فترة زمنية معينة؟ شو هي سوق العمل اللي رح يتنافس فيها الشباب بهداك الوقت؟ تغيرات جذرية طرأت على سوق العمل خلال العقدين الماضيين، اندثرت وظائف واستحدثت أخرى، وكمان قطاعات وصناعات. بناء على تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، أهم المهن اللي رح تكون رائجة عام 2020 هي محللو نظم المعلومات، مهنة رح تكون متواجدة بجميع القطاعات، خاصة أنه الشركات بتكون بحاجة لتحليل المعلومات نظراً لنمط حياتنا ورقمنته. الوظائف المتعلقة بالرياضيات والحوسبة مثل مبرمجي الكمبيوتر ومطوري التطبيقات والمتخصصين بالأمن السبراني، مهندسو الكيمياء الحيوية وتقنية النانو، وأيضا هندسة الروبوتات والمواد الأولية اللي رح يضل عليها الطلب متزايد. رجال المبيعات، ولكن مش رجال المبيعات اللي بنعرفهم اليوم، لازم يكونوا قادرين على التعامل واستخدام التقنيات اللي رح تكون موجودة بهديك الفترة. فمع استحواذ الروبوتات على معظم الأعمال اليدوية في المستقبل، هاي الروبوتات بحاجة لصيانة، وهنا يأتي الطلب على متخصصي صيانة الروبوتات اللي رح تصير من أكثر المهن طلباً في المستقبل. ومع تسارع نمط الحياة بتشير البيانات إلى أنه من أكثر المهن طلباً في المستقبل رح تكون لمتخصصي الصحة النفسية، طبعاً بسبب زيادة الضغوط وحاجة هؤلاء البشر للاسترخاء والاستشفاء.
وليس من وحي الخيال العلمي، وإنما تشير البيانات إلى أنه من أكثر المهن طلباً في المستقبل راح تكون لمتخصصي هندسة الجينات. طبعاً بعد اكتشاف العديد من التقنيات اللي بتسمح بتعديل جينات البشر والتحكم فيها بداية من لون البشرة وانتهاء بالذكاء والعواطف الأخرى. ومن المهن اللي رح تشهد استقرار متواصل في المستقبل هي مهنة الطهي، وخاصة انه الروبوتات اليوم ما عم تقدر تنافس البشر بهذه المهنة، او خلينا نقول حتى الان. اما العاملين بمجال الترفيه ما تخافوا، المستقبل لإلكن. بظل التنامي المستمر لهيدا القطاع ورغم كل الضغوطات اللي رح يواجهها الانسان، رح يضل يلاقي وقت للترفيه.